اخوان، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفلوق ديال اليوم الاخوان، كيما شفتوا معنا الناس اللي متبعينا، تحياتي ليهم. يعني راه غادي يشوفوا معنا البلاد اللي كنا مشينا زرناها في الجبل. تبارك الله، الربيع راه جاي، النعجة تبارك الله الصغيرة والخروف شبعان. وهنايا اداروش كيما تشوفوا القضية، الله يرحمنا الله يدير الخير وصف. داك تبع علينا مكاتب الحيل، بس رجينا. المهم الرحيل وكليبات، اللهم يسر اللهم بارك. ما غاديش يكون شي رحيل بزاف، الكرياج نوتاد. المهم الشيخ فيه ظريف، تحياتي لكم. هنا الاخوان حنا شارجين الرحيل، تنتسناو الغنم. الغنم مازال عاد جايه ان شاء الله، غادي نقطعو معاه القدرون. وتحياتي لكم. وعدنا ان شاء الله الاخوان فاش غادي نبغي نبني واحد القيطون، وان شاء الله غادي نشاركوه معكم. المهم الاخوان، نتمنى يعجبكم الفلوق، اللهم يسر. اخوكم راعي الغنم بالاطلس المتوسط، حاليا موجود بمنطقة اداروش. هاد البلاصة تيقول لها النوامر، راه معروفة تبارك الله، اللهم يسر. ان شاء الله غادي نتسناو دابا الغنم على ما توصل نقطعوها، اللهم بارك. نقطعو الشانطي وان شاء الله غادي نشدو الطريق. يعني الغنم خاصها تقريبا يومين، غادي من هنا حتى الجبل كاينه تقريبا تكون شي 50 كيلومتر. غادي نروحوها دابا نص الطريق، وغادي نبيتوها تما وان شاء الله غاتيني نعاودو نكملو بيها الطريق. الا الرحيل اللي مصارجي انا غادي نديه ان شاء الله ديريكت للبليصة، باش غادي نديو البليصة ونحطو نقدو الزرايب ونقدو المساء ديالنا. وتحياتي لكم الاخوان، خليكم معنا ان شاء الله. صاف. تدوز هادي؟ أزرق عوانو. هذا عاج هو الحاجة يعب شوية. أشنو فارين؟ أفارين تعجني تي هذا يضير. طلق طلق. ولا فريد خص لعن في الكسابة. يا والله يدير الخير. على الشحينة والفلاحة. صافي دابا. الوجهة إن شاء الله إلى الجبل. تحياتي للجميع. هنا الإخوان، من بعد ما شاكنا معكم فاش قطعنا الغنم، يعني صراحه ما كون كان يصلح لي انا كون سكت الغنم، ولكن ما يصلح لياش. يعني كان تبارك الله السي فريد والولد ديالو الله يسخر لهم، يعني غير جوج راه كافيين يسوقوها. يطلع غير مع الطريق نيت، لان اصلا ما كايناش شي بلاصه هنا غير الطريق. كاينه الطريق اللي مختصره ولكن
من الأحسن هنا الجدران، الجدران هتكون أحسن. هتبقى مشتو الغنم تبارك الله، هذا جناب الطريق دابا فيهم هاد شوية ديال الخضورية تبارك الله. ساسا ني معشوقة في الخضورية، حتى الغنم بغات الخضورية. هذا الربيع البكري دابا تبارك الله راه مزيان الغنم. والله يدير الخير الإخوان، وتبارك الله عليكم. تحياتي لكم، أخوكم راعي الغنم الأطلس المتوسط، يحييكم من منطقة أداروش عمالات إقليم إفران. مازال إن شاء الله الإخوان شاركوا معكم فلوكات، تحياتي لكم. بالنسبة للإخوان كاين الناس يسولوا تيقول لك ودي الغنم ضعيفة، ما كرهناش الإخوان، ما كرهناش يكون عندنا الغنم السوبر المليح ديال الغنم، حتى واحد ما كرهها، ولكن راه الله يحسن العوان الصاير راه قهرنا. ما اللهم نمشيو معاه بشويه بشويه، ولا غادي ندفعوا لها ونبقاو مع الله كريم. توصل واحد الوقيته اللي تبغي فيها الماكله 100%، ديك الساعه واش انت اللي تمشي تسلف ولا تبيع؟ وتوكلها شويه، القضيه قاصحه. انا الاخوان كيما شفتوا الغنم تبارك الله راه مولفه. الناس اللي متبعين معنا راه ديجا كانت واحد الساعه كنا سرجيناها جوج المرات تنسرجيوها، ولكن تبارك الله السوقان راه مولفه السوقان. يا الله يدير الخير. ما القدر الناس تيقول لك ودي الغنم قال لك ضعيفه، قلنا واش بغيتي نتعراو معاه؟ قول لهم اجيو سمنوها انتوما، اجي سمنوها انتوما. الله يدير الخير. اللي عاشت الغنم بحال هكا هاد العمر ما قال احد، ما قال احد لحد. والله قاصحه الله يدير الخير، صعيبه شويه دابا مع الطريق وهادي قاصحه قاعد. زيد زيد حولي زيد. كريم الله يعاونك تبارك الله عليك، تحياتي ليك متتبع وفي. الله يسخر الجميع. الغنم بقاو تابعينها دابا؟